مصمصة قماصة حساسة مصمصة وحساسة و انا اقول لك والمعصعصة يا قطة او النبي يا اخويا مصاصة ومصاصة قوي اه يا معلم حنفي عبك كده يا ابن زلطح ملطح نرمنت تو يعني ايه حساسة ومقماصة اه يا لهوتي مين من لن 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 ما حدش تامر حسني ما حدش تامر حسني ما حدش شاف ما حدش شاف كل مرة أشوفك فيها أبقى نفسي أجي لك أقول لك إن كلك على بعضك عين بالحياة محدش شاف أحمد شيبة محدش شاف أحمد شيبة محدش شاف محدش شاف مليك بقى عندنا حسن مليك مش ممكن أبدا بشرف المهنة فوق تبارك أنا عندي رجالة تاكل زرق يعني قماصة وحساسة ومصاصة وبصباصة أحمد شيبة رأيك إيه؟ اللي له قرش ما بينامش ما بالك بالله عليك منعون ابوك يا بحر عاودني للاندال سلام زليت عزيز النفس عشان عديم المال منعون ابوك يا عوزه زليت السؤال لك تقال لو لعبت يا زهر واتبدلت الاحوال وركبت اول موجه في سكين الاموال واروح لاول واحد بقول لك مره واحد راح للحداد بحته الحديده صغيره بقول لك انا عايزك تخرمها كده زي الجنيه المخروم قال له بس دي تساوي ربع جنيه قال له اعملها وخدها حلوه واحده تاني والنبي بتاعت الجزار دي جميله جدا والله واحد راح يتجوز واحده بنت جزار فالجزار بيقول له اعمل حسابك ان انت هتدفع مهر 250 الف جنيه قالوا ليه انت ما سالتها لي ما تديها لي حلوه حلوه واحده تاني والنبي بقول لك مره واحد مسطول قوي ايوه ماشي عمال يتطوح شمال لمين شمال لمين الدبان وقفت على مناخيره كلها هش قالت له حتى انت كمان يا معفن حلوه والله حلوه هتموتني من الضحك وحشتوني يا اهل مصر والله مين هو الزواوي عرفني بيه زواوي مصر وابن مصر ونجم مصر وابن مصر ايوه اللي هو بيضحك مصر ام الدنيا الضحكه والكوميديا الجميله والحاجات الجميله اللي كلنا بنحبها حلو ويا ريت الشعب المصري يهتم بالكوميديا القديمه زي حسن فاي واسماعيل ياسين أيوة. والوسري يعني مثلا الفنان حسن فاي يقول له مش ممكن ابدا ايوه فسفس يا فندي فسفس انت جميل قوي قوي مصاصه حساسه فسفس فسفس حلوه حلوه نور الدنيا زواوي الله يخليك زواوي رجعت امتى من السعوديه؟ كنت في عالم شهر رمضان شهر رمضان ايوه قول لي كنت يعني عرفني بالزواوي الزواوي افندي الزواوي عرفني بيه اكتر الزواوي احب اعرف الشعب المصري اطيب قلب واحن قلب من الدنيا وبيحب مصر كلها كبير وصغير عايزين نعرف كام سنه اتعلمت المونولوجيست ازاي عرفني بيك اكتر من الصغر وبدات اعمل حفلات مدرسيه وحفلات تبع مؤتمرات تبع مصر واشتغلت مسلسلات وافلام ومسرحيات واشتغلت مع كاميرا خفيه مع الله يرحمه ابراهيم نصر زي ايه زكريا ايه ده نجاتي يا نجاتي امك بري عشان بخ لما اقول لك بخ بخ الراجل ضحك اهو ايوه لا واحده تاني من النبي من بتوع زكية إيه زكريا لا وحشتنا زكية زكريا يا نجاتي ايوه لو بص لو انت مرتبط زكية قربت بالصنع النبي يابا انا ارمط من عيلتك جبري عمري ما شفت زكية الا بالشكل ده يابا وحيد ابني في العراق يا عم صدام خد بالك ارموطي ما اشربش عندك برتقال يوسف شعبان صدقني والله العظيم ثلاثة عيني السلامة براويل رجالة أوي ولا رأيك إيه يا محمد يا نجم يا راجل شفيه يا راجل شفيه يا عبد الرفوع أنا راكب دقن
اركب ده واقول لكم حلوه بحب مصر وام الدنيا حبايبي. الزواوي زواوي واحد في مصر طبعا زواوي مصر ونجم مصر. قول لي بقى جيت امتى من السعوديه وكنت بتعمل ايه هناك؟ شهر رمضان قعدت 3 سنين هناك. 3 سنين اضحك في السعوديه في داخل مطعم كنت شغال من لوجيست برضه. يس الكاركتر ده بتعمله ازاي؟ الكاركتر ده انا عايز اقول للشعب المصري ساعه ما تلاقوا كاركترات عليا متنوعه اعرفوا ان انا الزواوي. الزواوي مره تلاقوني بشغل غفر أيوة. مره تلاقوني كده مره تلاقوني ايه بلبس هندي ايوه ومره تلاقوني بلبس الحمد لله. انك انت مستمر ايوه ادينا نكته حلوه من بتوعك نصف سافله. بقول لك مره واحد حب يجري بس يجري ما حبوش هتموتني بالضحك هتموتني. بقول لك مره واحد الفار لعب في عيب ورسم له قط على صدره مره واحد قعد على قهوه لزعته حلوه ايوه ممكن انت هتموتني بالضحك. الله يخليك الله يخليك يا ابني. الزواوي عملت افلام مسرحيات كتير 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 كتير. مثلا اخر حاجه عملتها على مسرح الدوله حمري جمري وجوز ولوز السامر ولا فين؟ المسرح الدوله مسرح بالون برضو شغلت فيه ايوه بغبغان سعيد الاستاذ مع الراحل احمد راتب ايوه اشتغلت مع نجوم كتير. وانا عايز اقول ربنا يقومك بالسلامه الزعيم الفنان عادل امام حبيب مصر ام الدنيا. ده حته من منه لا انا بخاف من الكلب يطلع لي اسد حلوه تكتب لجمهورك تقول له ايه يا زواوي؟ اقول لهم ربنا يجعلها ايام جميله على الشعب المصري كله ايوه لان مصر ام الدنيا وهتفضل قد الدنيا. والله